باقي مصدومين لحد الان، باقي الصدمه، باقي بنادم نعسو كيحلم واش باقي على وجه الحياه ولا مات. راه عرفتي راه لا اله الا محمد رسول الله. فين بنادم تصور سعد 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 لما كان هو فوق الماء صافي كتشهد، كل ما جاب الله داك الباركو جا كنت تعطل غير واحد نص ساعه كلشي غيلقى جمد بالبرد. ودابا حنا كنطالبوا البحري يهضر على حقه، بينا هادشي يوصل الميساج للجميع. البحري ما يبقاش غير اللي نزل شي باركو يقول له زيد راه الوراق ديالك زيد تخرج يخرج مشي يجري البحر. تعطى كما قال السيد راه الوراق اي واحد غيخرج من غدا عطى الله البركو هو ولا اني. واش هاد البحري الا وقع ليه بحال هادشي فين غيمشي؟ واش عنده شي حق؟ خصنا دابا لاسورونس كاينه وكتخرج من العام للعام. يلاه هضر معايا السيد دابا قال لي من العام للعام لاسورونس ديال البحري كتخرج كيشدوها الباترونات وكيديوها. ما اللي كيخاف الله راه كيقسمها مع البحري العام العام كتخرج لاسورونس. عاود لي السيد دابا كلشي قال لي راه العام العام لاسورونس كتخرج راه كيشدها الباترون. الا كان كيخاف الله راه كيعطي البحري حقهم، ما كيخافش الله راه ما كتشوف والو. حنا دابا شحال من عام وحنا في هذا الدومين ما عمر شي واحد قال لنا شي اسورونس ولا حقهم راه كاين والو. وهاد البحري دابا خصنا نشوفوا واش عنده شي حق ولا لا في هذا في هذا الدومين هذا. راه ماشي غير خرج للبحر راه الفلاك تخرج فيهم راه تجي حدا ولادك يوميا راه البحر البحر ما تصور رزقك ولا اني لا. وهاد البحر مسكين مشى كيعرفوا غير جيب الحوت جيب الحوت، نهار كيجيب الحوت كلشي كيقلب عليه كلشي يجي تلقى تبارك الله فوق المول البيع والشراء البيع والشراء. العام العام تلقاه مخرج الطوموبيل والبحري المخير ما عنده الطبيكه لا موتور باش كيهود المرصى. العام العام كيبدلوهم في الطوموبيلات هادو غير البيع والشراء، ما الباترونات العام العام ينزل لك باركو جديد وهما اللي كيجيهم الفلوس. واش هذا الشيء معقول؟ هاد البحري هذا مسكين المخير ما عنده والله ما كيكسب والو، كيتسالو الكريديات كيقول لك راه البحري كيضرب الباي كيدير جوج البنايين كيدير ثلاثه د البنايين وما كيشوف واش حق يشد ديال السلف. راه كيتكمل ديك 4 شهور 5 شهور ديال الخدمه كيلقى نص مشى ليه في السلف ويلقى نص كيتسالو كريدي همو الحانوت همو اللي كراه همو كيسمعوا غير هذا الباييات البحريات راه لاباس عليهم ما خصهم والو البحريه. انا براسي هاد الضربه شوف شوف العافيه اش دارت ليا السيد شوف راسو مسكين شدات في العافيه. ودخلنا لبوجدور صيفطناهم للسبيطار داتهم لابيلونس قال لهم سيروا للسبيطار باش يعطيوكم الدواء. مشى تما السيد طلع من المود ما عنده لا ورقه لا فلوس عطاو عمروا ليه ورقه قال له سير شري الدواء. واش هادو كيضحكوا على عباد الله؟ ماشي حشومه ماشي عيب عمروا ليه ورقه سير شري الدواء. جاب الله هذاك السيد المندوب ديال بوجدور مسكين هو اللي مشى شرى لهم الدواء. وحنا دابا باش غنخدموا كاع الا بينا نخدموا المركب اللي اشتعلت فيه العافيه في جنوب بوجدور في اعالي البحار. الصفه ديالي في المركب كنشتغل مساعد ثالث ديال الرئيس الله يرحمه الرئيس ابراهيم مساعد ثالث. يعني من بعد نهار الخميس هو الاول ديالنا في الخدمه في البحر. ايوا ملي خدامين بالليل وداكشي مع 6 الصباح الدراري كل واحد مشى ينعس داكشي ملي سالينا السيرفيس ديالنا. من بعد 8 ونص فقنا على الصدمه ديال الغوات هادي لقينا العافيه شاعله في الموتور يعني في المازوت. يعني واحد الوقيته كنضربوا بالاكستاتورات الاكستاتورات ديال العافيه والو العافيه غالبه علينا. لان ملي شعل العافيه في المازوت شد حتى في السيركوي ديال الضوء ما قاومنا ولكن والو داكشي اللي كتب الله هو هذاك. يعني الرئيس ابراهيم الله يرحمه ملي طلع للباصريره كيفرق الدراري البحريه جيلي سوفتاج دوك لي جيلي سوفتاج كل واحد داير ديالو. ايوا كيبان لنا العافيه صافي شاده النص ديال الباركو حنا بقينا في الراس ديال الباركو المقدمه ديال الباركو باش زعما قلنا نبقاو ما نتلحوش الماء باش ما نزربوش. حتى شفنا العافيه جايه لنا كاين اللي تحرك بحال هذا السيد راه تحرك فوق الراس كاين اللي تحرك في يديه يعني كل واحد عنده الاثر ديال العافيه. عاد تلاحينا الماء ملي تلاحينا الماء قبل اللي ما نتلحوا الماء الرئيس ابراهيم الله يرحمه دار واحد الانذار ديال الاغاثه في دوكا لي راديو كومينيكاسيون داروا 16 ذاك الرقم كيكون وطني ودير عاوتاني في الراديو الكبير دار جوج انذار وسمعوا واقيلا هذا لان هذا بيننا وبينه شي ساعات المكانه ديال الطريق باش يجي باش يدير الاغاثه لان ما كاينش حتى واحد حدانا. كاينين ولكن بعاد كاين اللي تقريبا 6 سوايع 5 سوايع يعني ربما الا كاع غادي يجي ما غاديش يوصل حتى غيلقى كلشي ميت فوق الماء لان كاين البرد بزاف. صافي ملي حنا فوق الماء 45 دقيقه ساعه هكاك الرئيس ابراهيم مسكين ملي تلاح ربما كاين داك جيلي سوفتاج ديالو ضربته العافيه. هذاك هو السبب ديال الرئيس ابراهيم الله يرحمه جا ليه داك الرشان ديال العافيه لان داك الجيلي سوفتاج ديال الرئيس ابراهيم داوه السلطات ديال داوه السلطات ديال بوجدور وشافوه كلشي. اذا درنا تحقيق ملي جابنا داك كابس بارتي ملي عتقنا حنا 16 واحد تعتقنا 14 واحد. الرئيس ابراهيم توفى مسكين كاين فوق الماء وواحد البحري اللي خدام معنا حتى هو مفقود.
لانه هو طاح واقيلا ما عرفناش يعني ملي طحنا كل واحد عرفتي الكارثه الى وقعت على غفله. جينا لبوجدور جابنا الباركو كاب سبارتي الرئيس حماد الله يجازيه بخير، جابنا لبوجدور تكلفوا بنا السلطات ديال بوجدور المندوبيه ديال بوجدور المندوب السي عبد الرحمن الخطاط ورئيس قسم السلامه البحريه هذاك السي الحسين بكيش، قاموا بالواجب عمرنا لي رابور مشينا عند الدرك عمرنا لي رابور ديال الحادثه كلشي درناه ضربنا تما ثلاث ايام صفتونا لاكادير. ملي جينا لاكادير دابا يعني تقريبا 10 ايام هادي جينا لهنا ومشينا باش نشوفوا الا كاين شي تعويض ولا شي حاجه، لان راه كاين اللي مشات ليه تما تقريبا 8000 درهم حتى 9000 درهم ما بين الحوايج والتليفونات وهذا الشيء، كيقول لك اودي راه ما كاين والو. جينا دابا عند المندوب ديال اكادير قال لك اودي صبر واحد شويه باش نشوف على حساب التامين ديال لاسورونس ديال هذا الباركو. وداك الشيء حنا اللي بغينا دابا نعرفوا واش حنايا اللي مسوريين هذا السيد مسورينا في الباركو باش نعرفوا الا كاين شي تامين ولا شي تعويض ولا شي حاجه، حيت حنا دابا راه بقينا هنا مش غير التواصل واقيلا مع ما نعرف واقيلا ولد الرئيس ولد الرئيس ابراهيم الله يرحمه تواصل معاه، حنا ما تواصل معنا حتى واحد ما هضرش معنا لا وجهيز لا حتى واحد ياك سمعتي لا والو. حتى بالنسبه لهذوك الناس ديال الكونفدراليه ودوك الجمعيات ديال حقوق البحاره وشحال من واحد، المهم هذوك اللي كيقول لك راه كندافعوا على حقوق البحار ما شفنا فيهم حتى واحد. كنتصلوا بالناس ديال الكونفدراليه كنتصلوا بهذوك لان كيكون الواحد كيديروا ذاك التضامن الا جاب الله وقعت شي كارثه كيقول لك لا حنا راه كنديروا التضامن مع اللي ميت، انتم راه باقيين في الحياه يعني بحال الا كيقول لك انت راه سير تبرع على راسك. ان دابا هذاك الباركو خدمنا فيه حيت هذا دابا هو هذه الوقيته هي موسم يلاه كاينه الانطلاقه ديال موسم الاخطبوط. كتكون فيه 3 شهور ديال الخدمه، هذه علاش كنعولوا من غير الله سبحانه وتعالى. مشينا ضربنا السيمانه الاولى السيمانه الثانيه راه ما كملناهاش يلا يومين وقعت لنا الكارثه. يعني دابا حنا الوراق راه تحرقوا تما كلشي تحرق لنا تما كلشي مشى. لان الحادثه ما كتقلبش مازال على الوراق ولا شي حاجه كتقول غير نتعتق ولا نشوف. من بعد ما سيدي ربي راه كتب عمر جديد الحمد لله كنشكر الله والحمد لله. دابا حنا كنطالبوا هاد الناس اللي مكلفين بحال هادو اللي كيقولوا لك كيتغنوا بحقوق البحار هادي حنا راه كندافعوا على البحر راه ما شفنا حتى واحد فيهم والو. كنتصلوا بالناس اللي كاينين في الكونفدراليه وداك الشيء قالوا لك اودي حنا راه غنشوفوا كيفاش هنا مثلا دابا 10 ايام يعني ما والو.